الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته القرب الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم وفيهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. معاشر الصائمين، أيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية فلا تضيعوها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه، فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله، وهل تدركون رمضان آخر أو لا تدركونه. وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت فينقطع عمله وينتقل إلى دار الحساب. أيها المسلمون، مواسم الخيرات أيام معدودات، مصيرها الزوال والموات، فاقصروا عن التقصير بالشهر القصير، وقوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المرضية وآدابه المرعية. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفضل ما بيننا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فتسحروا ولو بجرعة ماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء. وكان إذا أفطر دعا وقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن أكل شارما ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء على مذهبنا. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الصائم، ليكن لك في شهر الصوم عمل وتهجد وقرآن، وابتعد عن خوارج الصوم ومفسداته، وإياك أن تقع في أعراض المسلمين. احفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه، أن يتعاهد صومه من لسانه، وأن لا يماري في كلامه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ومن ابتلي بجاهل فلا يقابله بمثل سوءته. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابكم أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. معاشر المسلمين، رمضان شهر القرآن، فيه أنزل وفيه تدارسه نبي الهدى مع جبريل عليه السلام، كان يعاونه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين. ولذلك إن كب سلفنا الصالح على كتاب ربهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، لا يملون من تكراره ولا يسأمون أخباره. كان بعض السلف يخطئ كل ثلاث ليال، وبعضهم كل سبع ليال، وبعضهم كل عشر ليال، وكان الأسود يقرأ القرآن كل ليلتين،
يختم في رمضان 60 ختما. وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. فاقتدوا رحمكم الله بسببكم الصالح، اجعلوا للقرآن حظا وافرا من أوقاتكم، أحلوا به الليل وتغنوا به في النهار، فإنه شفيع لكم يوم العرض على الله، كما جاء في صحيح المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وإذا أحسنتم بالقول فأحسنوا بالفعل، ليجتمع لكم مزية اللسان وثمرة الإحسان. المال لا يذهب بالجود والصدقة، بل هو قرض حسن مضمون عند الكريم سبحانه عز وجل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة، ويجازي عليه في الآخرة نعيما مقيما. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فتحسسوا دور الفقراء والمساكين ومساكن الأرامل والأيتام، ففي ذلك تفريج قربة لك ودفع بلاء عنك وإشباع جائع وفرحة لصغير وإعفاف لأسرى وإغناء عن السؤال. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم، إذا أنفق أجزل، وإن منح أغدر، وإن أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الباقة. كان يستقبل رمضان بفيض من الجود والإحسان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فأكثر يا عبد الله من البذل والإنفاق، فإن المال لا يبقيه حرص ولا شح، ولا يذهبه بذل ولا إنفاق. فيا من أفاء الله عليكم بالأموال من المسلمين، إن الله هو الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، وهو الذي استخلفكم فيما رزقكم لينظر كيف تعملون. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولم يعلم الموسم محتاجا يعرفه بنفسه، أو جهات موثوقة تعينه على الإنفاق. أسأل الله العلي العظيم أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من المفلحين، إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على أيام عباده الذين اصطفى. معاشر الصائمين، إن مقصود الصيام تربية النفس على طاعة الله، وتزكيتها بالصبر، واستعلاءها على الشهوات. ووقت رمضان أثمن من أن يضيع أمان مشاهد هابطة. لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت الثمين لكان ذلك كافيا في ذمها. كيف وقنواتها في سباق محمود مع الشيطان على نشر الفساد والفتنة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أخصائي، اجعل شهر صومك جهادا متواصلا ضد شهوات النفس وانقطاعا إلى الله بالعبادة والطاعة، فهو موسم التوبة والإنابة، وباب التوبة مفتوح، وعطاء ربنا ممنوع. فيا من أسرف على نفسه بالخطايا وأكثر من المعاصي، متى تتوب إن لم تتب في شهر رمضان؟ ومتى تعود إن لم تعد في شهر الرحمة والغفران؟ بادر بالعودة إلى الله واطرق بابه واكثر من استغفاره. معاشر الصائمين، في الأسحار نفحات ورحلات حين التنزل الإلهي، فعليكم بالدعاء والاستغفار، فرب دعوة يكتب لها أو يكتب لك بها الفوز الأبدي. وعند الفطر دعوة لا ترد، فاستكثروا من الدعوات الطيبات في شهر النفحات. ادعوا لأنفسكم ولذويكم، توسلوا إلى الله عز وجل بألوان الطاعة، وارفعوا أكف الضراعة أن ينصر إخوانكم المستضعفين
والمشردين والمجهودين والمغسولين والمضطهدين في كل مكان، فالأمة تبق بأعداد روحها وأقسى أزلاتها. نسألك يا ربنا أن تجعل شهرنا شهرا ميمونا مباركا علينا وعلى أمتنا. اللهم أعنا ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اجعلنا من عبادك الصابرين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الذاكرين، اجعلنا من عبادك الصوامين، اجعلنا من عبادك الملحدين في الدعاء يا رب العالمين. تقبل منا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحم والدينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، رد اليهم ذنب الصحه والعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله، أقيموا صفوفكم وتراصوا فيها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أكملوا الصفوف الخلفية، سدوا الخلل والفرج، أتموا الصف الأول فالأول، ادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.